ودلوقتي هنتكلم عن اهم مشاكل البشره اللي منها التصبغات والاسمرار وكمان اثار حب الشباب سواء كانت بقع او حفر. هنتكلم عن اسباب كل ده وازاي نتجنبه وكمان ازاي نعالجه قبل ما الحاله تسوء. وعشان كده هتكون منوراني النهارده دكتوره شريهان ابو علي اخصائيه التجميل والليزر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتوره. منوراني يا دكتور. ميرسي. شكرا. مشكله يا دكتور التصبغات والغمقان والاسمرار من اكتر الحاجات اللي بتقلق البنات. فبدايه كده قبل ما نتكلم عن حاجات كتير، هو احنا ممكن نتجنبها ونحاول ان احنا نقلل من المشكله دي بحاجه بسيطه نعملها؟ طبعا جدا، هي سهله قوي قوي يا جماعه ان احنا نتجنبها من سن الصغير او حتى بعد ما بتحصل وبتتعالج ممكن نتجنبها، وكلها بحاجات بسيطه جدا بس لو حطينا ايدينا على المشكله. المشكله اساسا بتحصل عاده في السن الصغير. لو بتتكلمي عن التصبغات اللي بتحصل كناتج لحب الشباب، فده بيحصل في سن الصغير قبل 18 سنه او في الجزء اللي حوالين 18 سنه لحد 25 سنه، وده بيبقى نتيجه اللايف ستايل غلط، لا اما تعرض للشمس بطريقه مباشره او بشكل مستمر او بشكل يومي طبعا، وده مفيش حماية. خصوصا مع الطلبه ومش مهتمين قوي بالحمايه ضد الشمس، ودي حاجه احنا حابين نتكلم عنها باستفاضه النهارده يا ريت، لانه احنا داخلين على موسم الصيف. خلاص كل سنه وانتم طيبين. محتاجين نتعرف اكتر على انواع بشرتنا وقد ايه مهم جدا ان احنا نحمي كل نوع من الشمس. ده حقيقي. قصدي حاجه كمان، ان احنا لو عرفنا السبب هنعرف نحل المشكله، ان الاسباب كتير فاحنا نعرف السبب. مثلا بس في ثوابت. في ايه الثوابت؟ في ثوابت، يعني احنا مثلا دايما بنتهم او اصابع الاتهام دايما بتتوجه لقله شرب الميه، للجفاف. الجفاف احد اهم الاسباب اللي بتخلي البشره تبقى عرضه للحساسيه وللالتهاب وكمان للاسمرار. قله شرب الميه حاجه مهمه جدا جدا، وكمان الترطيب الخارجي، زي مثلا انه انا بعد كل شاور او بعد كل مره بغسل جلدي فيها ما برطبش، فانا كده بعرض جلدي انه يفقد الطبقه الدهنيه اللي بتحمي الترطيب الداخلي من انه يخرج بره، فبالتالي بتبقى حساسه اكتر فبتلتهب اسرع فبتمتص الشمس بشكل اكتر، فبالتالي برضو بتغمق. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان كتير قوي في مشاكل البشره مختلفه سواء تجاعيد او غمقان كنت دايما بقول ان الترطيب هو الحل، وان دي اول خطوه فعلا زي ما حضرتك قلتي علشان ابدا احمي نفسي. تخيلي كده معايا ثمره وقعت من شجره وليكن تفاحه، تخيلي لسه واقعه حالا قدامك، وثمره تانية نفس الثمره ونفس الشجره بس وقعت من اسبوع، حطيهم الاثنين قصادك وشوفي الفرق ما بينهم. تتخيلي مثلا ممكن يكون ايه؟ قولي لي انت، انا عايزه اسمع منك. التفاحه اللي لسه واقعه حالا من الشجره لسه بتلمع، اكيد لسه ما فيهاش بقع، ما فيهاش تجاعيد، ما فيهاش بكتيريا او عفن حصل. اللي وقع من اسبوع عاده بيبقى لونها بهت لانها بدات تفقد الترطيب، ما بقتش بتاخد ترطيب من الشجره، وبالتالي بدات تفقد ما بقتش تاخد، وتعرضت لبيئه خارجيه. بالظبط، هي كده كده متعرضه لبيئه خارجيه، بس هي بتاخد ترطيب من الشجره اكتر من اللي بتفقده، لكن لما وقعت بدات تفقد من غير ما بتاخد. هي دي فكره الترطيب، ان كل ما الترطيب بيقل كل ما شرب الميه بيقل كل ما الترطيب الخارجي بيقل، ببقى عرضه اكتر للاصابه بالامراض الفطريه البكتيريه، ببقى عرضه اكتر للجفاف فبالتالي الحساسيه، للغمقان وللدامج او لتدمير الكولاجين جوه الجلد. ناس كتير جدا بتجيلنا عندها تجاعيد وهي في الثلاثينات، ليه؟ لان هم فقدوا الكولاجين بدري جدا، حصل لهم سكين دامج، وده لانه طبعا الجفاف اثر عليه فبالتالي الشمس بهدلت في بشرته.